السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده من أقوى المواقع اللي بتعمل محتوى الفيديو، استوديو دي شرطة اي دي. طب خلينا نجرب مع بعض، نقول له كريت فيديو، فبيقول لك ايه الشخص اللي انت عايزه هو يتكلم مكانك، فهتبدأ تختار مثلا الشخص دوت. تمام، عايزين نكتب له سكريبت، نكتب له حاجة يقولها. تمام، فخلينا نروح لشات جي بي تي ونقول له يكتب لنا سيناريو، يكتب لنا حوار زي ما انت عايز. تمام، طيب هقول له مثلا write article about Egypt، وناخد بقى الكلام دوت ونخليه هو يعمل الفيديو. كان هو في ناس عايز تعمل فيديو محتوى لكن هو مش عايز يطلع بوشه، فممكن نستعين بالفكره ديت. الذكاء الاصطناعي كتب المحتوى وهو اللي يعمل الفيديو. تمام، اتاكد من المعلومات، ما تخلوش يكتب لك الكلام وانت تاخده كوبي بيست، لا لازم تتاكد من الكلام تقراه، ممكن تاخده على ترانزليت تتاكد منه بالعربي، الكلام ده كله. تمام، طيب السكريبت اهوت، ممكن تكتب له وهو يبدا يتكلم او ابلود فويس اوديو. هنا اللغات هتلاقي عربي لكن العربي بتاعه لحد ما لسه محتاج شويه تعديل. تمام، ممكن تخلي واحد ياباني هو اللي بيتكلم انجليزي، تقدر تخليها مفيش مشكله. عجني، طيب خلينا نشوف مين الاسامي اللي موجوده. تمام، طبعا لازم يكون راجل عشان محدش يستغرب. خلي جاسون الستايل بقى فريندلي، يتكلم بشكل فريندلي او عنده امل. تمام، طيب كده احنا اخترنا الشخصية واخترنا الكلام اللي هيتقال، وممكن تدوس هنا عشان تسمع. Egypt, a country located in the northeast. بعد كده هقول له جنريت فيديو، هو حسب ان انا هيتخصم مني كام نقطة لان ده حساب مجاني او تجريبي، ويبدأ بقى يعمل لي الفيديو. كده انت استعنت بالذكاء الصناعي، كتب لك كلام وعمل لك الفيديو، ومبروك. طيب على ما يعمل فيديو خلينا نشوف السعر بتاعها كام. انا ما اعرفش الصراحه. الترايل تمام ببلاش، تعمل حاجه 5 دقايق. تمام، اللايت 10 دقايق، تدفع $6 في الشهر. تمام، وهكذا. وفي ميزه برضو ان انت ممكن تعمل API، يعني تقدر تربط الموقع بتاعك بالموقع دوت، فبتبقى كويسه جدا لما تربط الموقع بتاعك بموقع زي دوت، بحيث ممكن تبقى فيه زي تاخد معلومه او تاخد مثلا اول ما اكتب لك حاجه مدونه تعمل لي الفيديو اروح الاقيها جاهزه وهكذا. يعني زي ما شفت الفكره بتاعته سهله، ما خدتش دقيقه، انت مجرد بتعمل الكلام وتروح حاطه يبدا يعمل لك الفيديو، تقدر تعمله بعد كده داونلود وترفعه على القناه. طيب هو اللي خد 3 دقايق. تقدر تعمله داونلود او شير بحيث ان اي حد يقدر يدخل على الموقع ويشوفه. Egypt, a country located in the northeastern corner of Africa, is known for its rich. اعمله داونلود. Bustling streets of Cairo, Egypt has. لو عجبك الموقع يا ريت تكتب لنا في الكومنتات، لو عندك مواقع كويسه يا ريت برضه تكتب لنا في الكومنتات.